السلام عليكم طلاب كلية مدينة العلم الجامعة قسم علوم الحياة مرحلة رابعة. راح أكون وياكم دكتورة سارة بمادة الديدان الطفيلية. راح نبدي بالمحاضرة الأولى اللي تتكلم عن مقدمة عن الديدان الطفيلية وبعض المصطلحات المهمة اللي راح نتناولها بهذه المادة. راح نبدي بأول شيء What is helminthology؟ Helminthology definition is a branch of zoology concerned with helminths. هو أحد فروع علوم الحيوان اللي يهتم بدراسة الهلمنثس الديدان الطفيلية. The study of parasitic worm which cause اللي تسبب infectious infectious to human animal and the disease they produce. سبب عدوى للإنسان وماشيته وتنتج أمراض تؤذي. The first part of the word helminths belong to the Greek language which means worm. يعني هذا الجزء جاي من اللغة اليونانية معناه worm. Helminths are studied in microbiology. السبب ليش ندرسها بالميكروسكوب أو الميكروبيولوجي؟ because they cause infectious disease and most are diagnostic by microscope examination of egg and larva. بعدين بالمراحل المتطورة رح نقدر نشوف الأدلت worm. واضح طلاب؟ هذا هو السبب. رح نجي على nomenclature and taxonomy of parasites. التسمية والتصنيف للديدان. طلاب هذا الدرس يحتاج بأسماء هواية علمية نحتاج نحفظها وننتبه شلون نكتب التسمية. So according to the binomial nomenclature as suggested by Linnaeus, صار نظام التصنيف اللي وضع أساسه Linnaeus. Each parasite has two names, a genus and species. اسم للجنس واسم للنوع. These names are either derived from names of either discoveries, Greek or Latin. منين اكتشفوها أو وجدوها أما يونانيين أو لاتينيين. Out of the geographical area where they are found. المنطقة الجغرافية اللي يعيشون بيها. The habitat of the parasite. الاستيطان مالتها. Or host أو المضيف اللي هي تسببه تسكن فيه. In which parasite are found and its size and shape. زين كذلك بالإضافة إلى الشكل والحجم. الشكل راح ناخذ إن شاء الله مثل الديدان الشريطية والحجم مثل large intestinal fluke اللي هي الديدان المعوية الكبيرة الحجم. هاي بالنسبة إلى الحجم. All parasites are classified under the following taxonomic unit. كل الباراسايت دخلت ضمن نظام التصنيف اللي موجود بكل الممالك سواء كانت حيوانية أو نباتية إلى آخره. راح تبدي من الكينغدم سب كينغدم المملكة تحت المملكة فيلم شعبة سب فيلم سوبر كلاس كلاس سب كلاس الأوردر الصنف سب أوردر تحت الصنف فاميلي سوبر فاميلي جينس نوع and species. The generic name of the parasite always being with an initial capital letter. زين الاسم الجينس دائما يبدي بكابيتال letter حرف كبير. Species name with an initial small letter. زين طلاب مثال عليها انتامو اميبا هيستولايتيكا. هذا ما يتعلق بالتسمية. راح نروح إلى some keyword and their definition. بعض الكلمات والمصطلحات وتعاريفها. راح نبدأ ويا أبسط شيء اللي هي parasites. They are living organism which depend on a living host for their nourishment and survival. They multiply under or undergo development in the host. زين إذا هي كائنات حية تعتمد في تغذيتها على المضيف الحي حتى تعيش وتنمو أو تتغذى.
راح تتكاثر وتنمو وتتطور بالمضيف. Parasite which causes harm to its host is called pathogenic parasite. الباراسايت اللي تسبب أذى للمضيف اللي تسكن فيه راح تكون سميها pathogenic parasite. Parasite طفيليات ممرضة. Parasite which benefits from the host without causing any harm to the host is called non-pathogenic parasites. بينما اللي راح تكون مسالمة وعايشة بأمان بالمضيف اللي تعيش بها راح تسمى طفيليات غير ممرضة. And the relation process are commensal تعايش and symbiosis تكافل. Parasite can also classified يمكن أن نصنفها إلى ectoparasite and endoparasite. Ectoparasites inhabit only the body surface of the host without penetrating the tissue. For example, lice, ticks, mites. See, هاي ecto شكل هنا ectoparasites. Endoparasites they live with the body of the host. يعيشون داخل جسم الكائن الحي. ليش؟ حتى تتغذى على الأنسجة أو المكان اللي هي استقرت وقعدت بيه، سواء كانت كبد أو أمعاء للكائن الإنسان أو ماشيته. طبعا المضيف راح يكون وسطي وبعدين تنتقل كمضيف نهائي للإنسان والحيوان. زين. Invasion by the endoparasite is called infection. الإصابة أو الغزو اللي يكون بواسطة الإندوباراسايت راح يسمى عدوى، إصابة أو إصابة. هاي الإندوباراسايت اللي هي الديدان الشريطية طلاب. The endoparasite are following types. Obligate parasite, they cannot exist without a parasitic life in the host. زين. Plasmodium species مثال عليه، لا تستطيع البقاء، لازم هي مجبرة انه تكون طفيلية، لازم تحتاج مضيف حتى تسكن به. Facultative parasite اختيارية، they can live a parasitic life or free life، ما تكون حياة طفيلية او حرة المعيشة. When the opportunity arises، لما تكون الفرصة مناسبة. مثال عليه acanthum amoeba. Accidental parasite, they infect or unusual unusual host. يعني بالخطأ تكون مضيف آخر، مثل Echinococcus granulus infect human accidentally، تصيب الإنسان بصورة عرضية. D aberrant parasite or wandering parasite, they infect a host where they cannot live or develop further. لما تكون بهذا الكائن الحي ما راح تقدر تنمو أو تتكاثر، مثل توكسوكارا الهيومن بالإنسان. راح نجي إلى هاي، أخذنا أنواع ركزوا يا طلاب، أخذنا أنواع الطفيليات وقسمناها إلى إكتو إندو، والإندو صارت عندنا ثلاث أنواع، أربع أنواع عفوا. راح ننتقل إلى الهوست اللي هي المضيف، راح ناخذ تعريفها طلاب وأنواعها كذلك. الهوست. Host is defined as an organism which harbor the parasite and provides nourishment and shelter. إذن هي تعرف إن هي كائنات راح harbor تكون مثل المرسى للباراسايت و provide them توفر لهم السكن shelter والnourishment التغذية. Host may be of the following type، راح يكون على عدة أنواع مثل ما قلنا. Definitive or final host، مضيف نهائي. The host in which the adult parasite replicate sexually. المثال عليها Anopheles species is called a definitive host. The definitive host may be human or non-human living thing. هاي صارت واضحة طلاب علينا إنه هو مضيف نهائي بعد ما تخلص المراحل التطور مالتها، لأن هي تكون بيوف، بعدين راح تكون يرقات، بعدين حتكون ديدان بالغة. من توصل اكو يرقات تكون سبب انفكشن، هي ستيج، هي حتكون بالانفكشن ستيج، راح ناخذ ان شاء الله بالمحاضرات الجايه، اللي هي ساركاريا وميتا ساركاريا
اللي هي او انسيستد ايه راح ياكلها الانسان، راح او المضيف في النهايه راح تسبب العدوى الم. هذا حيكون مضيف نهائي اللي هي راح تستقر بيه وراح تبدي تاكل بالانسجه مالته او تتغذى على الانسجه مالته. وهسه نشوف شلون انواع الضرع، مثلا تروح للكبد، تروح للدماغ، تروح للقلب وتاكل الاورده، الصمامات، العضلات القلبية، بالجهاز العصبي راح تؤدي إلى الخلل بالجهاز العصبي أو ممكن تسبب شلل، كذلك تسبب وفيات. هذا كل ما يتعلق بالنوع الأول. النوع الثاني intermediate host. Intermediate host the host in which the parasite undergoes a sexual multiplication is called intermediate host. راح يعاني هنا الهو هنا راح الطفيلي راح يقوم بعمليات التكاثر اللاجنسي والزيادة مالتها راح تكون وين؟ داخل ال intermediate host. مثال عليها ملاريا باراسايت life cycle. بالملاريا ال human are the intermediate host. Intermediate host are essential for the completion of the life cycle for some parasites. يعني اغلب معظم من الفطريه الطفيليات لازم يكون عندها مضيف وسطي حتى تكمل دوره حياتها. اذا ما لقت هذا المضيف الوسطي راح تظل عايشه هناك سنين بدون ما تنمو، تكون الاطوار الاخرى للديدان حتبقى ان امبرونيتد ايج، وراح تكون خامله ما تقدر تتحول الى سبوروسيست وريديا وسركاري وميتا سركاري. Some parasites, لكن بعض الطفيليات some parasites require two intermediate hosts to complete their different larval stages. These are known. بعض الطفيليات تحتاج إلى نوعين من المضايف. These are known as first and second intermediate hosts respectively. تحتاج إلى مضيف وسطي أول ومضيف وسطي ثاني حتى تكمل دورة حياتها. مثال عليها amphibian snail are the first host in the intermediate the first intermediate host and aquatic plant are the second intermediate host for فاشيالة هيباتيكا. إن شاء الله راح ناخذها بالمحاضرات الجاية. عندها مضيفين للحلزون، مضيف أول وبعدين من تخلص من الحلزون، لأن بالحلزون راح تكون هناك ثلاث مراحل تطور لللارفا من سبوروسيست للريديا للسركاريا، وبعدين راح تتحول وتروح من السركارية والميتاسركارية راح تقعد على النباتات المائية اللي موجودة بيها، وبعدين من عندها راح تنتقل إلى المضيف النهائي عند تناولها. راح تكون النباتات المائية المضيف الثاني. بعد أن نوعين من أنواع المضايف اللي هي receiver host، it's مضيف خازن، it is a host which harbor the parasite and serve us in an important source of infection or to other susceptible host مثل الكلاب dog is there جلكم الله is the receiver host for cystic echinococcus. زين مثلا الكلاب تكون حاضنة للطفيليات اللي تسبب الأكياس المائية تسمى مضيف خازن. زين accidental host a host in which the parasite cannot successfully develop ما راح تقدر خلاله الطفيليات تتطور وتنمو مثل toxocara canis in human. However, while a dead end of the parasite this can still cause disease. طلاب لهنا وبعدين نكمل الجزء الثاني من المحاضرة.